دكتورة فدوى، صباح الخير وشكرا جزيلا على تلبيتك للدعوة. صباح الخير أخت هنان، وصباح الخير للمستمعين الكرام. كنتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير وفي أفضل الأحوال، شكرا وأنا لك. دائما جد سعيدة نكون معكم، ونحن وكنتمنى أسعد. أنكم تستفدوا من النصائح اللي كنعطيو. أكيد 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 دكتورة فدوى. إذن بما أننا يعني في الدخول المدرسي، يلا تقريبا الوليدات دخلوا التحقوا بالمدرسة، كنتمنى لهم يعني عام دراسي جديد موفق إن شاء الله. كنعرفوا الأهمية ديال التغذية، النمو طبيعة الحال ديال الطفل، الذكاء ديال الطفل، التغذية اللي تكون متوازنة، والتغذية اللي يعني كتساعده في عدة أمور، لا تنمي الذكاء ديالو، الشخصية ديالو، لا الانتباه، كيكون يعني متيقظ ومنتبه، كيكون يعني كيركز، كتساعده كذلك على التركيز، بحيث إلا بعض المواد الغذائية إلا نقصات في النظام الغذائي ديال الطفل ربما تسبب مثلا في نقص يعني في عدم التركيز ملي تيكون في الدرس، واحد الخمول، كسل، يعني عدة مشاكل ممكن تسبب بسبب التغذية. اليوم غادي نتكلموا على واحد الوجبة اللي مهمة جدا، هي الإفطار، والآراء كتختلف عليها. الإفطار بالنسبة للأطفال بطبيعة الحال دكتورة فدوى، يعني ما مدى أهمية هذه الوجبة الرئيسية أو الوجبة الأولى للطفل ديالنا؟ فكيف قلتي التغذية بصفة عامة عند الطفل كتلعب واحد الدور كبير، لأن الطفل كيكون كيف قلتي في مرحلة ديال النمو، وبالتالي كيحتاج لجميع المكونات الغذائية باش أنه يكون عنده واحد النمو سليم، ماشي بحال مثلا لادولت أو الإنسان الكبير، فهو تعددت المرحلة ديال النمو، فمثلا التغذية فعلا كتكون مهمة ولكن ما كتكونش أساسية. فالتغذية عند الطفل من بين الأسس، يعني من بين الأسس ديال النمو ديالو، خصو يكون عنده واحد الغذاء سليم ويكون غذاء متكامل. يعني باش كنقول متكامل كيحتوي على جميع المكونات الغذائية. بالنسبة لهاد المكونات راه كنجيبوهم على من طريق بزاف الوجبات في اليوم، فما يمكنش للطفل نقولوا ليه مثلا اللي راه غادي تاكل غير وجبة واحدة في اليوم، ما عندوش الاحتياجات وما عندوش المخزون الكافي باش أنه يدوز مثلا ساعات من اليوم بواحد الوجبة واحدة أو لا بمكونات قليلة، فكيحتاج أنه كل مرة يجدد المخزون ديالو، خصوصا الفيتامينات والأملاح المعدنية. أصلا هما مكونات ما كيكونوش عندنا مخزون منهم في الجسم، وعاد بالنسبة للطفل كيحتاجهم يوميا، خصوصا بالنسبة للحركة، بالنسبة لنا، وبالنسبة للتركيز، وعاد أكثر بالنسبة للدراسة. وبالتالي اللي خصنا نعرفه هو انه الدماغ ديالنا اللي غلوكو ديبوندون، سافو دير هو كي 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 كيحتاج لواحد النسبه ديال الطاقه واللي جايه من السكر، يعني على شكل السكريات، على شكل الجلوكوز. نعرفوا بان جميع المكونات في الجسم خصوصا الطاقيه، يعني البروتينات كيتحولوا للجلوكوز، السكريات كيتحولوا للجلوكوز، والدهنيات كيتحولوا للجلوكوز. هذه الماده ديال الجلوكوز هي اللي كتدخل بها لجميع المكونات الغذائيه في الجسم وخصوصا في الدم. وبالتالي كدور هي باش الطريقه باش كيستافد منها الجسم. هذاك الجلوكوز خصها تكون عندنا واحد النسبه الصباح باش كيقدر انه الدماغ ديالنا كياخذ هذاك الطاقه وكيقدر انه يبدا اليوم ديالو مزيان، يعني باش ان الدماغ كيخدم وكيدير لي فونكسيون ديالو كوريكتومون بلا ما كنحسوا بالعياء. بدايه العياء فبدا نقص في الجلوكوز. مثلا فاش كيبدا الانسان كيضروا عينيه وما كيقدرش يركز، نقص في الجلوكوز. فاش كيبدا الميغرين، فاش كيبدا يعني داك الحريق ديال الراس، واحد الانسان مركز مثلا واحد نص ساعه ولا ساعه ومن بعد راسه بدا كيضرو، كنعرفوا بانه عنده نقص في هذيك الماده، او الدماغ ديالو ما استهلكش طاقه كافيه. وملي كنقولوا دكتوره فدوى، ملي كنقولوا اسمح لي كنقطعك، ملي كنقولوا جلوكوز واش السكر او يعني الحاجه اللي حلوه؟ لا، طاقة. طاقة هو كيف قلت كل شيء، المكونات الغذائية حتى البروتينات راه كيتحولوا لطاقة. طاقة في الجسم. حتى الدهنيات كيتحولوا، غير هو بالنسبه للدماغ كيحتاج لواحد الطاقه اللي كتكون سريعه الامتصاص.
هذاك الشيء علاش مع الصباح دائما كيقولوا لنا مثلا خذ، او لما مثلا كيكون عندنا امتحان شحال هذه والدينا او الجدوده كانوا كيعطيونا مثلا الزبيب. الزبيب علاش تمام. الزبيب علاش؟ لانه كيحتوي على واحد الجلوكوز سريع الامتصاص والجلوكوز طبيعي، وثاني حاجه فيه مكونات جو غروبي لي فيتامين جو غروبي اللي هما مزيانين بالنسبه لا فونكسيون ديال الدماغ، كيعاونوا في التركيز، كيعاونوا في النمو ديال الدماغ، واهم نقطه هو كيحتوي على الزنك، والزنك اللي كيعاون حتى هو في الدماغ وكيعاون في المناعه وكيعطيني بزاف الفوائد للجسم. نعم. وبالتالي هذاك المكون ديال الزبيب كيبان لنا حنا غير صغير، ولكن راه فيه بزاف المكونات وفيه سورتو جلوكوز سريع الامتصاص. نعم. علاش بغيت النقطه اللي بغيت نرجع، وكيعطيو لينا دائما في الصباح بكري. علاش؟ لانه هذاك الدماغ ديالنا اللي جلوكو ديبون، يعني كيستعمل هذاك الجلوكوز. نعم. باش كنعطيو السكريات الطبيعيه مع الصباح بحال كيشعل فيه الضوء، بحال الدماغ ديالنا كنوروه، بحال كنحلوه هذوك لي نورون، وكنعاونوا في التخطيط. تمام. يعني كيفيق الدماغ ديالنا كيفيق، وكتكون عنده زياده النشاط، نشط النشاط. نعم. فوالا كيولي النشاط، وكيولي يعني المعلومات كتمشي بسرعه، وكيولي الدماغ ديالنا كيابسورب المعلومات بسرعه، كيقدر يحلل، كيقدر يركز بزاف د الامور. نعم. فملي كنفيقوا مع الصباح ما كناكلوش مواد طبيعيه، او ما كنعطيوش للدماغ ديالنا طاقه، فكيولي كيخصو يدير مجهود كبير باش انه يحول هذوك المواد المخزون ديالو، يعني يحول الدهنيات او اللي يحول السكريات اللي عندنا في الجسم، الجلوكوجين يحولوا الجلوكوز. فوالا باش يحول الجلوكوز اللي هي حنايا العمليه كتسمى النيو جلوكوجينيز. هذه العمليه معقده بالنسبه للجسم انه يجبد من المخزون هذا، فبدا كتدي وقت. ثاني حاجه معقده، يعني كتدي طاقه من الجسم. ثالث حاجه النوعيه ديال الجلوكوز اللي كيتعطى، الجلوكوز يعني قليل الامد، يعني واحد شويه ديال الوقت غادي تستعملوا الدماغ وعاوتاني خصو يعني مخزون اخر. يعني ضروري ان الانسان او الطفل سورتو يكون عنده واحد الوجبه في الصباح، لانه غيتقاد ليه المخزون ديالو ولو انه يبغي مثلا يستعملو الصباح. وبالتالي اش كيوقع؟ الطفل كيعيا كيعيا، يلاه بدا النهار وهو عيان ما كيقدرش يركز، كيولي كيتشطن، كيحاول انه يتشطن، يبدا يهضر مع صاحبه، يبدا يدور، يبدا يحاول انه يدير شي حاجه باش ما يبقاش باش يلهي الدماغ ديالو. ما كيعطيش، يعني ما كيقدرش يحل المسالات، خصوصا اذا كان عنده مثلا رياضيات ولا شي حاجه اللي كتحتاج للتركيز مع الصباح. كتلقاه وبالتالي هذاك الشيء اليوم على اليوم كيأثر عليه، وما كيعطيش يعني واحد المردود الدراسي اللي هو مزيان. والطفل كتحس به ما يعني كيبان ليه بان التركيز متعب. مجهود كبير، متعب داكتور، كتحس به بانه متعبه ليه الدراسه، وما كيقدرش انه يركز. وشي مره كيتحابوا من الاباء، راه الطفل ديالهم اللي ماشي ذكي او لا ما عندوش قدرات. لا، كاع الناس وكاع يعني كاع الناس اللي عندهم دماغ نورمالمون الدماغ عنده قدرات كافيه. نعم. وخارقه على انه ياخذ المعلومه وكل شيء، غير خصنا نعرفوا كيفاش ندخلوا ديك المعلومه. دونك بالنسبه لوجبه الافطار مهمه 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 اللي خصها تحتوي عليه. علاش؟ لانه كيف ذكرت على هادشي كامل، على التركيز، لانها بدايه اليوم، فكنعطيو طاقه باش يبدا الطفل اليوم ديالو. اللي خصها تحتوي عليه، خصها تحتوي على سكريات طبيعيه، كنقولها وكنعاودها، سكريات طبيعية، ماشي سكريات معقدة، وماشي سكريات مضافة أو لا مواد كتحتوي على سكر أبيض. السكر الأبيض مالوغوزمون أو لا نقولو أو كونتخيغ، بالعكس هو مدمر للخلايا الدماغية. فما ناخدوش السكر الأبيض، وخصوصا في الصباح، وما نعطيوهش للأطفال ديالنا. إلا بغينا نعطيوهم سكر، نحليو لهم مثلا بالعسل، نحليو لهم مواد طبيعية، نعطيو الزبيب، نعطيو فواكه جافة، نعطيو فواكه يعني تفاحة، بنانة، أي حاجة نعطيو مع الصباح. المهم سكريات طبيعية. نعم نعم. وممكن انها تحتوي ايضا على سكريات يعني معقدة او لا كنقولوا بطيئة الامتصاص. علاش؟ باش كيعطي الاحساس بالشبع، يعني ممكن ناخذوا خبز كامل، نقدروا ناخذوا خبز ديال الشعير حتى هو كامل، ناخذوا مثلا بلبولة الشعير على شكل مثلا الحريرة او لا، هذه ناخذوا من الاحسن مكون اللي يكون فيه حبوب كاملة. علاش حبوب كاملة؟ لانها قلنا بوغ الدماغ كتحتوي على الفيتامينات دو جروب بي. مكون ايضا اساسي نقدروا نزيدوه مع هاد السكريات بطيئه الامتصاص، ممكن نزيدو معها بروتينات، ممكن انه ياخذ مثلا جبن ابيض او لا ياخذ مثلا يوغورت، من الاحسن يكون يوغورت طبيعي ما فيهش يعني مواد كثيره سكريات مضافه، او لا مره ممكن ناخذ مثلا بيض
هو مفيد جدا بالنسبه للنمو ديال الطفل. نعم غير هو الوجبه ديال الافطار ما خصهاش تكون ثقيله، ثقيلة يعني ما خصهاش بزاف. تكون نعم فيها دهنيات، ما خصهاش تكون فيها مثلا بحال دابا الا درنا البيض ما نديروش البيض والخليع ومواد اللي كتكون ثقيله عاوتاني على الطفل، لانه غادي يمشي للمدرسه خصو يركز، ما خصوش يكون المعده ديالو تماما، واخده يعني التركيز تكون كله. متوازنة. نعم اكزاكتومون، خفيفة. تكون متوازنه وخفيفه ولكن ضروريه. نعم واللي بغيت ناكد عليه هو انه وجبه الافطار راه مهمه جدا بالنسبه للطفل، وهي غير كيستيون دابيتود، لان الاغلبيه الاباء تقول لك لا راه ولدي فيق ما تيبغيش تماما. يفطر. هذا هو السؤال اللي بغيت نطرح عليك دكتوره فدوى، لان ما فوالا كيبغوش الوليدات، الاكثريه ما كيبغوش يفطروا، والاكثريه كيميلوا يعني الحلويات، يعني كنعرفوا شنو الوليدات اللي ايش كيميلوا، يعني كيبغيو شي حاجه ما مصايباش في الدار، يعني من على برا كان ضروري. هذه كيقدروا يفطروا غير بشي حاجه ياوخت ولا شي بيسكوي مثلا، يعني هذا هو اللي كيميلوا ليه الأطفال. السبب شنو هو؟ واش عادة ولا يعني بحكم يعني الطفل كيكون باقي صغير ما عارفش كيميل ديك الاحتياجات الجسم ديالو كتبغي ربما هذيك السكريات وهذيك الحلويات مثلا، او لا هي غير مسألة تعود، يعني علاش ما عودنا، علاش ما غادي يعتاد دكتورة فدوى؟ هو جوج النقاط هذو جوج بحال نقولوا كاينين، يعني انه اول حاجة الطفل كيبغي شي حاجه اللي هي سريعه الامتصاص، يعني شي هذوك المواد كيحتوي على سكر ونسبه السكر اللي فيهم طالعه بزاف، وبالتالي الطفل منين كتعطيه ماده طبيعيه نسبه السكر فيها نيجيرمون ناقصه كيحس بانه باقا ما داك السوي ديال الحلاوه مازال ما وصلش ليه، اللي كيوصل ليه بهذوك المواد الاصطناعيه، وبالتالي هذا هو اصلا الاساس اننا خصنا نحيدهم باش نخليو الطفل انه يتعود على داك المذاق ديال الحلاوه اللي كتكون متوازن، ماشي حلو بزاف وماشي ثاني مصوص. ثاني نقطه هذوك السكريات كيمشيو ديريكت هما للدماغ، هما مدمرة للخلايا الدماغية. علاش؟ لأنها كتعطيها واحد ليبر اكتيفيتي ومن بعد كتقتلها، يعني كتعطيها واحد البوست، كتحس الطفل في انه واحد الطاقه كثيره باش كياكل دوك المواد، من بعد عاوتاني بحال كيطفى يعني ما تبقاش كيستعمل داك، ما تبقاش عنده داك الحيويه كيف ما هذه. ثالث نقطه هذوك السكريات راه كيديروا بحال اديكسيون، يعني كيولي الطفل بحال مدمن عليهم، خاص ضروري انه يتناولهم. دونك هنا كنرجع عاوتاني حتى للعادات، الا عودنا الطفل كل نهار اننا ما مثاليينش مثلا وكنعطيو هذوك المواد يفطر بهم مع الصباح حيت هما ساهلين تحضير وحيت مولودين وحيت دغيا مش علينا الحال مثلا، راه نعطيو هذاك الطفل اليوم على غدا على بعد ليه، كتولي عاده وكتولي الطفل ما كيبقاش ليه الوقت اللي لونفي انه ياكل هذوك المواد. وما ننساوش بان المواد الطبيعيه كتحتاج هضم، كتحتاج هضم في الجسم، كتحتاج انه واحد الوقت الانسان ياكل يمضغ مثلا يعطي الخبز ويمضغ في مجهود، وبالتالي حتى المعده ديالو ما كتبقاش تقبل الا كلا هذوك المواد كتخمو. وبالتالي من الاحسن الفطور خاصها تولي عاده اساسيه صحيه في الدار، يعني الطفل الى كاع مش عليه الحال نصاوب ليه خبز ونجدو مثلا ياكلوا في الطريق وهو غادي للمدرسه، المهم انه ياكل مواد طبيعيه اللي تعاون انه فوالا الدماغ ديالو يمشي مزيان. هذوك المواد الاخرى ممكن نعطيها ليه مره مثلا باش ما نحرموش منه. نعم نبدا دابا، نبداو مثلا في الويكاند، نبداو في الويكاند نركزوا على الوجبه ديال الفطور انه يتكال مثلا في الويكاند، وفي وسط النهار عاوتاني في وسط لاسيمين باردو نبداو نفيقوا الطفل واحد شويه بكري باش انه يبقى ليه الوقت باش ياكل بيان سور يزكي حوايجو داكشي وباش يجلس في الوجبه ديال الافطار. ونحاول ان الافطار ما كيف قلت ما يكونش معقد، يعني يكون فيه بزاف المكونات اللي الطفل كيبان ليه بزاف كيقول ما يقدرش يكملهم، يكون داكشي يعني مركز، والمهم هو يكون طبيعي فيه سكريات طبيعيه وسكريات يعني سريعه الامتصاص وبطيئه الامتصاص. ممكن نديروا مشتق حليب ونزيدوا معاه الماء حتى هو الا كان موجود، او الشاي مثلا الاخضر يكون ناقص سكر من الاحسن. واهم حاجه هو الطفل انه ياكل، يعني ياكل كنبداو، يعني الناس اللي ما مولفينش ما يمكنش الطفل ما مولفش يفطر غايقول ليه غدا صافي غدا غنبداو الفطور، ما يمكنش غنمشيو تدريجيا غدا ولو غير يجلس على الطابل وياكل غير القيمه ولا جوج بعد مثلا لا ميم شوز، وهو ماشي حتى كيعود غنمشيو معاه بشويه بشويه تكن نعودو. شكرا ليك دكتوره فدوى بلوك اخصائيه في التغذيه والحميه بالدار البيضاء، شكرا جزيلا تلبيتك الدعوه على هذه النصائح القيمة، وإلى فرصة قادمة بحول الله.